بمجرد ما يتم الرضيع لثلاثة شهور من الضروري تنظيم روتين يرتبط بذهنه بموعد النوم، مثل خفض مستوى الأنوار والغناء يلي يعتبر من أشهر تقنيات التهدئة، لأنه بتساهم بخفض مستوى الكورتيزول لدى الرضيع وهو الهرمون يلي بيعزز من نشاطه. ولازم ما تترك الأم طفلة مباشرة بعد ما يغمض عيونه، لأنه وجودها معه بيعزز شعور الأمان. لهيك يفضل تمضي الأم 10 دقائق جانب رضيعها النائم قبل الابتعاد عنه. ومن الطرق المفيدة يلي بتسرع نوم الرضيع الضوضاء البيضاء، وهي الأصوات يلي كان الجنين يسمعها داخل الرحم مثل حركة الأمعاء والمعدة وصوت انتظام نبضات قلب الأم وتدفق الدم بالأوعية الدموية. هالأصوات بتساعد الطفل على الاسترخاء والراحة والشعور بالألفة ومن بعد النوم بسرعة. وكمثال عنها، تشغيل أصوات الأمواج والأمطار أو مجفف الشعر، محضر الطعام أو المروحة الكهربائية، بالإضافة لتعويض الطفل على الفرق بين الليل والنهار. يعني بالنهار لازم تفتحي الستائر وتشغلي الموسيقى أو أي مصدر للصوت، وبالليل خلي المحيط يكون هادئ ومظلم ومهيئ للنوم. وبتساهم الرضاعة الطبيعية بشكل فعال بتنويم الرضيع بشكل سريع، لأنه بيحتاج للشعور بالأمان وملامسة الأم والشعور بقربها، بالإضافة أنه شعوره بالشبع بيعزز كمان من سرعة نومه.